بيحصل عندكم الكلام ده في البلد؟ انت منين؟ انا من بني سويف مركز الوسط. بيحصل عندكم الكلام ده؟ بيحصل في الارياف كتير، وعامه هي البنت ما بتبقاش يعتبر عرفت الحياه صح، فهو عندنا يعني الطبع في الارياف هو عامه ماشي كده على طول. طب حصل لك موقف من كده في حد من عيلتك ان البنت اتجوزت وهي لسه صغيره؟ هو عندنا كتير، كل القريه كده وكل المحافظه كده. طب ايه بقى المشاكل اللي بتحصل بقى في المواقف ديت؟ يعني بعد ما بتتجوز البنت وهي صغيره في السن ايه اللي بيحصل معاك؟ والله يعني البنت ممكن تتجوز وهي صغيره، ما تعرفش الحياه، ما تعرفش البيت، ما تعرفش الاسره، فبالتالي ما بتعرفش تعيش مع جوزها، ما تعرفش الحياه عشتها ايه. قصدك المسؤوليه يعني؟ مسؤوليه البيت. طب بالنسبه للامراض اللي ممكن تحصل لها بسبب ان هي لسه صغيره، لسه ما بلغتش سن ان هي تتجوز وتخلف، ده بيحصل ايه؟ يعني بيحصل الموقف ده بيحصل معاكوا ايه؟ والله احنا عندنا في الحالات دي ممكن البنت تتضرر، ممكن تموت، فما حصل عندك قبل كده ان في حد اتجوز مبكر كده وحصلت له وفاة؟ يعلم الله برضو، بس يعني هو الحاجات دي اكيد بتحصل، احنا شفناها كذا مرة في محافظات قرينا وبلاد قرينا، ما فهي دايما الجواز المبكر ده بيضيع البنت. بيحصل في كل مصر مش عندنا بس، لان البنت تبقى مغيرة مش مدركة المسؤولية بتاع الجواز، فبتوصل ان هي بيبقى في مشاكل وتتطلق. في مشاكل لاني مش مدركة. عندك بنت وجالها عريس في سن صغير وهي لسه صغيرة والعريس دوت لقطة، ممكن توافق انها تتجوز؟ لا، ما فيش حاجة اسمها لقطة، في حاجة اسمها دين وفي حاجة اسمها شرع وفي سن معين، بس عشان بعد كده ما تواجهش متاعب في حياتها. لا، بتتطلق لحاجتين اتنين، صلى على النبي، البنت زي لها وزي الوردة، ان كبرت بتطفى، لازم تتجوز قبل ميعادها، ولما تتجوزش هيقولوا لي بنتك كبرت وما يجيلهاش حد. اما الطلاق ده اهم شيء في الدنيا كلها، تكون العريس والعروس واخدين بعض على حب ويعيشوا مدى الحياه، لا يزعلوا ولا يتطلقوا. ما حاجه ما بيتجوزوا واخدين بعضهم على حب، بس البنت بيحصل لها مشاكل ما تبقاش واخده بالها من مسؤوليه البيت، لسه صغيره وعلى صغير. المشاكل دي بتبدا من ام الجواز، اذا كانت وليها تعرف ربنا بتبدا مشاكل، واذا كانتش تعرف ربنا بتخلق المشاكل. اما الواحد اذا كان ربنا سبحانه وتعالى قال لك ادي بنتك للي عنده دين، ان حبها ما يكرهاش وان كرهها ما يظلمهاش، ما تقوليش صغيره. طب بالنسبه للحب، طب بالنسبه بقى للخلفه والكلام دوت، ساعات بتبقى البنت بيحصل لها ان هي ضعيفه ولسه جسمها ما كملش، فبالتالي بيحصل لها مشاكل لما بتحمل. لا، ما بيحصلهاش مشاكل ولا حاجه، ما هي عندي ما تقعد مع جوزها، انا عندي عيل قاعد 5 سنين وربنا عطوه وخلف وبقت 100 فل و10 وعايشين، اقسم بالله خدها وهي عندها 15 سنه عايشين عيشه غندره دلوقتي. ما فيش مشاكل قابلتها في المرض؟ مشاكل قابلتها ولا اي حاجه تكون، اهم شيء يكون فيه حب بين الطرفين. انت منين يا حاج؟ انا من الفيوم. بنشكرك جدا يا حاج. تشكر يا حبيبي.